اهلا بحضراتكم من جديد. خبر عاجل دلوقتي على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الاهلي يدعو الجماهير المصريه في المغرب لحضور النهائي الافريقي. وجه النادي الاهلي الدعوه الى جماهيره وكل الجماهير المصريه المتواجده في المدن المغربيه المختلفه لحضور المباراه النهائيه لدوري الابطال يوم الاثنين المقبل في 8 مساء بتوقيت المغرب على مركب محمد الخامس. واكد النادي ان دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب، ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه إلى منطقة أوزايس مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتسلم تذاكر المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري هذا، ويتواجد في المكان المشار إليه ابتداء من صباح غد السبت. مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز السفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي. إن شاء الله دي دعوة من النادي الأهلي لكل جماهيره المقيمين في المغرب اللي محتاج يروح المباراة بكرة بجواز السفر، يكون في منطقة أوزايس، دي مركز تدريب نادي الرجاء، وهيحصل على التذكرة. يكون في مجموعة من النادي الأهلي متواجدين هيشوفوا جواز السفر، وحضرتك هتتسلم تذكرة دخول المباراة وتكون متواجد في مدرجات النادي الأهلي وتؤازر فرقتك. كابتن حشيش.